السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة مروان من قناة الطبخ أحلى مع نغم. هنعمل مع بعض النهاردة الفطير. أنا صممت إن أنا أصوره معاكم النهاردة، مع إن أنا صورته كذا مرة قبل كده، بس المرة دي أنا أول مرة أستخدم الدقيق ده. كنت في مرة استخدمت الدقيق نوع تاني غير اللي أنا بعمل بيه الفطيرة على طول، والحقيقة كان النتيجة بتاعته طالعة مش كويسة خالص. ما أعرفش كان طالع الدقيق ما كانش فطير خالص، ولا كان عيش، ولا كان أي حاجة. المهم آخره كانت الزبالة. فالمهم انا قررت النهارده لما بعت اجيب الدقيق ولقيته نوع تاني برضو غير اللي انا مستخدماه، فقررت ان انا اعمل الفيديو برضو عشان غيري يستفاد منه، بدل ما يعمله ويترمى ويبقى خسر السمنه ويبقى خسر الدقيق وخسر الشغل بتاعه والكلام من ده. فانا قلت انا هنزل الفيديو بتاع النهارده زي ما هو، سواء بقى الفطور باظ مني وما نفعش بالدقيق الجديد اللي انا هستخدمه او نفع. بس هو الحقيقه المره دي هو نفع، بس مش نفس النتيجه بتاعه الدقيق اللي انا بستخدمه كل مره. معايا هنا 2 كيلو دقيق. ال2 كيلو دقيق بحط عليهم معلقه صغيره ملح ما تكونش مليانه، ومعلقتين صغيرين سكر، ومعلقتين بيكنج باودر. اقلبهم كده يختلطوا مع بعض. انا عملت معاكم قبل كده كذا مره الفطور ده، بس هو روتين الشغل بتاعي بقى. انا ما صورتش بقالي فتره والله، لان انا بكسل اصور، ما بقاش فاضي اصور، وكمان لما بصور ما بلاقيش تفاعل على الفيديوهات فبروق دماغي. بس كل فتره كده بنزل بفيديو على اساس ان القناه تفضل شغاله وخلاص، يعني اليوتيوب ما يسحبهاش مني. كميه انا ما بعيرش كميه استنى اللي بورق بيها، يعني انا بحط حوالي كده كوبايه. الكوبايه دي يعني بتبقى كوبايه لربع سمنه وربع زيت. ما بعيرش، يعني لو احتجت تاني بقوم اكمل، لو ما احتجتش خلاص. وعندي هنا ميه. الميه زي ما قلت لكم انا بحبها سواء في الصيف او في الشتاء. هو ده ما فيش فيها خميره، يعني مش شرط الميه تكون فتره ولا دق فيها ولا كلام من ده. انا بحب بس ان انا اعجن بميه تكون فتره، يعني بحس ان هي بتخلي العجينه طريه وكده. الدقيق اللي انا مستعملاه النهارده ده الدقيق اللي انا بعمل بيه كل مره، هو الدقيق ده. الدقيق ده الكيس منه ب 12 جنيه في اي محل. هو استخراج 72% جميع الاغراض. انا بستخدمه بعمل بيه التورت والحاجات الشغل اونلاين بتاعي، وبستخدمه برضو في الفطير بيبقى جميل جدا، بس هو بقاله فتره مش موجود. ده ب 12 جنيه. فانا جبت شويه طلبات من المحل وجبت معاهم الكيسين دول. انا مش عارفه هما بكام والله، ده اول مره استخدم فيهم استخدمهم في الفطير. فانا هجرب معاكم كده وانا وحظي بقى ربنا يسترها. ده مكتوب عليه استخراج 27%، مكتوب عليه الكيك والبسكوت، وده مكتوب عليه مخصص لعمل الكيك برضو. ده اسمه نجمة طيبة، وده اسمه سنابل. فانا هجربهم النهاردة وانا الحظ برضو. لو طلعوا كويسين برضو هنزل الفيديو، لو طلعوا مش كويسين برضو هنزل الفيديو ان انتوا برضو ما تستعملهمش. هو كده كده عامة الفطير ما بيبقاش محتاج الدقيق اللي هو اللي بيبقى فيه عرق اللي انت بتعملي بيه العيش والكماج والحاجات دي، لا بيبقى محتاج الدقيق الخفيف اللي هو زي بتاع الكيك والحاجات دي. فانا دلوقتي خلاص حطيت المكونات الجافه على بعضها وخلطتها. احط الدقيق الميه بالتدريج زي ما انتم شايفين، شويه شويه، عشان برضو الدقيق ملوش كميه ميه معينه، لان الدقيق بيختلف من مكان لمكان. يعني انا بستخدم النهارده الدقيق اللي هو اول مره استخدمه ده، انا حاطه ايدي على قلبي بجد، خايفه لا يكون ما ينفعش للفطير، بس انا قلت برضو هجربه معاكم وبرضو اعرفكم كان هينفع ولا مش هينفع. انا عملت مره قبل كده، كنت انا بجيب دقيق، والله ما انا فاكره كان اسمه السعد تقريبا او حاجه زي كده. استخراج برضو 72% وجميع الاغراض. بس جت اعمله، انا ما نزلتش الفيديو ده اللي بكلمكم عنه ده. جت اعمله انا ببقى اجيبه ساعات برضو ان انا بعمل بيه القرص والكماج اللي انا بشتغل بيه. كنت بعمل بيه اللي هي الكيكه العاديه قبل ما اشتغل في موضوع الاونلاين والتورت والجاتوهات والحاجات دي. كنت بعمل بيه الكيكه العاديه اللي هي بتاعت الشاي دي، وكان بيبقى حلو قوي. بس هو بقاله فتره بحس ان هو زي ما يكون واخد رطوبه، كل ما اجيبه من المحل احس ان هو زي ما يكون واخد رطوبه. فجبته في مره قلت هعمل بيه فطير. صراحه انا مش عارفه ده كان طالع فطير ده ولا ايه. الحمد لله هو اترمى، كنت جايبه كيسين الحمد لله واترمى برده. ما اعرفش هو قلب على عيش ولا قلب على ايه، حاجه ناشفه جدا كده، حتى لا منها عيش تتاكل ولا منها اي حاجه الحمد لله. ويا ريتني كنت نزلت الفيديو برده عشان تستفادوا منه ان محدش يستعمل الدقيق ده. فانا هجرب برده معاكم الدقيق ده، وقلت لو باظ هنزل الفيديو عشان تستفادوا منه، لو الحمد لله طلع كويس برده هنزل الفيديو برده. ايه ان اللي يبقى متابعني يبقى عارف الدقيق اللي انا بستخدمه ايه. محسبه دقيقته كده ما تبشرش اصلا، مش عارفه ليه.
احنا مش هقفل الفيديو خالص عشان تشوفوا شكله من الاول للاخر كده، تشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي. المفروض ان هو الدقيق اللي بيبقى مخصص للكحك والبسكوت ده، الكيكه والبسكوت والحاجات دي ما بقاش فيها عرق، بيبقى دقيق خفيف كده ما بقاش فيه عرق. وهو ده الدقيق فعلا اللي ما بقاش فيه عرق، ده اللي انا بستخدمه للفطير. فانا مش عارفه بقى هيبقى كويس المره دي ولا لا. الدقيق اللي انا بستخدمه اللي هو مكتوب عليه الوطنيه ده كسب 12 جنيه، هو ده اللي انا بستخدمه دايما في شغل الاونلاين بتاعي، وهو دايما اللي بستخدمه في الفطور برضو ما اكون مطلعه اوردر. بس الحقيقه ما عادش متوفر خالص الفتره دي. انا بلاحظ كل ما بتبقى حاجه موجوده في السوق واسحب منها واشتغل منها وخلاص اتعود عليها بتختفى تاني، ما اعرفش ليه حاطين في دماغهم باين. انا كده هفضل اعجن لحد ما اشوف هو دي خلاص هيحتاج ميه ولا خلاص على كده، لان مش هتعرفي طول ما انت بتعملي بايدك اللي هي ملانه عجين دي. زي ما قلتلكوا في الفيديو اللي فات بتاع الفطير، ما تزوديش ميه غير لما تكوني انت متاكده ان خلاص هو الدقيق خلاص محتاج ميه، عشان ترجعيش تاني تضيفي دي وتبقى المقدار بتاعك كده زاد منك قوي. مش هتعرفي كنت انت محتاجه ميه ولا مش محتاجه ميه غير لما ما تشوفيه بايدك التانيه كده وتلاقيه ما بيلزقش مثلا، يبقى خلاص مش محتاج ميه ولا محتاج دقيق. بس يا اما تقوم بتلمي العجين من ايدك كده زي ما انا هعمل، وتقوم تغسل ايدك وترجعي تاني بقى ايه تعجني بالعجين كده وتشوف هو بقى محتاج ميه ولا محتاج دقيق. لو الميه كتير انا في الوقت ده هحط شويه ميه صغيرين، بس مش هكتر قوي برده عشان ايه انا مش هزود ميه ولا هزود اي حاجه. انا هعجنها بس كده وارجع لكم تاني، بس عشان اجيب حد يمسك معايا الطبق. انا فضلت اعجن فيها كده حوالي 10 دقايق او 8 دقايق، هي طريه اهي بس ما بتلزقش. هدهن، فضلت اعجن فيها لحد ما سابت الطبق. هدهن الارضيه بتاعه الطبق بقى بالسمنه كده، هنكمل جميع الجهات كده عشان ما تنشفش، وهغطيها ترتاح بس 10 دقايق. هي مش هتخمر عشان ما فيش فيها خميره، بس ترتاح بس. وهرجع تاني اقرصها معاك. هغطيها بقى بكيس بلاستيك وهسيبها ترتاح 10 دقايق. انا غطيتها هنا بالاكياس بتاعتي الدقيق دي، وهاخد بقى من العجينه. شايفين العجينه بعد ما ارتاحت ما شاء الله بقت جميله ازاي، بس برضو مش هدي فيها قرار غير لما اتاكد منها في الفرد، والفرد بقى هو اللي بيبين كانت العجينه الدقيق كويس ولا لا. هفضل اعمل كده اقرصها كده التقرصه قد السفنديه كده او قد الليمونه الكبيره شويه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تبقى مغطين عليها عشان الهواء ما يخليهاش تشقق. هعمل بقى كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده، احطها على صينيه بقى مدهونه سمنه، وهدهنها برده من فوق سمنه، وهغطيها بالكيس كيس باي كيس بلاستيك علشان برده ما تشققش. هكمل بقى الكميه اللي معايا وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده نحاول نخلي الكوره اللي احنا بنعملها دي كلها في حجم واحد، وبرده هنسيبها بعد ما نكورهم الكور اللي احنا عاملينها دي كلها، هنسيبها ترتاح برده حوالي 10 دقايق عشان تسهل معانا الفرد انها ما تتقطعش، ولو اتقطعت برده كده كده كل حاجه بتتداري بالطريقه دي كده. هكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم زي ما قلت لكم. كده بقالهم حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بريحهم بقالهم 10 دقايق او ربع ساعة، عملوا معايا الكمية دي
عملوا بالمقاس ده 30 كوره، انا ببقى اعمل المقاس اكبر من كده شويه، كوره اكبر من كده شويه، فبحطه في الفطرية 4 وحدات. فدلوقتي المقاس ده صغير، فانا هحطه في الفطرية 5 كرات، يعني هيدول 30 على 5، يعملوا لي 6 فطرات. هنشوف بقى مع بعض هنفردهم ازاي. انا هاخد من اول واحده قرصتها. طبعا انا دهنت الصينيه هنا زياده، حطيتها على كرسي عشان تبقى عاليه شويه. طبعا بقى هو الدقيق هيبان من هنا بقى، ان كان هو الدقيق ده ينفع للفطير ولا لا، من الفرده بتاعته. الفرده بتاعته لقيتها سلسه كده وكويسه، ومش تقيله يعني كده معاك في الفرد، وبتخف بسرعه كده معاك، تعرف ان الفطير ان الدقيق ده كويس. لقيتيه بقى جامد ومجلدع في بعضه كده، وتحس ان هو مش سلس معاكي كده وانت بتفردي، وعارفه ان الدقيق ده مش هيبقى كويس في الفطير. انا الحقيقه حاسه ان الملمس ازاي بتاع اللي انا بشتغل بيه على طول، بس هنفضل ماشيين معاه برضو للاخر كده، لما نشوف برضو النتيجه هتطلع من الفرن عامله ازاي، لعل وعسى تنفع. طبعا لو انت عامله الفطيره كبيره شويه، الطاكوره كبيره شويه، الفرده ده هتبقى كبيره عن كده شويه. بس انا مش متفائله خير للعجينه ده اصلا، مش عارفه ليه انا قلقانه منها، بس انا قلت برضو اعمل اللي عليا وانزل بالفيديو على اساس برضو ما يكون حد بيعمل اوردرات ولا كده ما يخسرش، يعني يبقى عارف قد ايه حلو من ايه وحش شغل الفطير. تعكي ايديكي بقى من هنا كده، شوفي شوفي، انا حاسه ملمس العجين نفسه مش زي بتاع الدقيق اللي فات اللي انا كنت بقول لكم كنت بشتغل بقى على طول، اللي هو يكون لون الورقه بتاعته زرقاء ده، الملمس نفسه مش زيه. بس ده احنا هنفضل مع ده للاخر كده برضو منشوف. لو العجينه اتقطعت منك ما تقلقيش، لان هي كده كده هتبقى كلها داخله ببعضها في الاخر، فمش هتبقى باينه كانت العجينه اصلا مقطوعه ولا سليمه. بس حاولي ان انت ترقيها على قد ما تقدري، علشان العجينه بين الرقه والرقه بتاعت الفطيره نفسها بعد ما تستوى، شايفين الدقيق التاني ما كانش بيتقطع بسهوله كده، مع ان انا مريحاه كتير قوي. يعني دي حاجه تعرفك برضو نوع الدقيق، نوع الدقيق ده مش كويس. التاني اللي العجينه كانت بتاخد بتدي معاكي كده كانش بتقطع بسهوله خالص، على الرغم ان كنتش بريحها كتير قوي كده. يعني ده انا ريحتها حوالي 10 دقايق ويمكن اكتر، التانية يا دوب بخلص لاني اشتغلت فيها، يعني ما كملتش 5 دقايق واشتغلت فيها على ما جبت الصواني. بس مش هفصل برضو لحد ما تشوفوا معايا للاخر. من كل طبقة والتانية لازم نحط سمنة كده، سمنة على الزيت زي ما قلت في اول الفيديو، عشان تبقى العجينة مبرقة معانا. نفس حركه العجين دي اللي حصلت معايا برده في العجين اللي انا قلت لك عليه، ما كانش عاجبني وما طلعش، مش عارفه ده كان طلع ده اللي كان طلع ساعتها ده كان ده ما كانش كان باين عليه ان هو عايش، ولا كان باين كان في طبقه، كان باين حاجه خالص. انا غلطت فعلا ان انا المره اللي فاتت ما صورتوش لكم، علشان برده اللي بيبقى لسه اول مره يجرب يبقى عارف. انا فعلا غلطت يا جماعه، عشان كده انا قلت انا هجرب الدقيق اللي جاي اللي نوعه جديد ده، هجربه معاكم حلو حلو وحش وحش، وهنزل الفيديو برده حتى لو الفيديو ما كانش، لو كان الفطير مش حلو. انا شغاله في الفطير ده بقالي سنين، يعني بعمله البيت عندي بقالي سنين، وبعمله الاوردرات برده وعملته الحمد لله، كل اللي كان منه بياخد مره واثنين وبيشكر فيه جدا. بس هو الدقيق بس هو اللي مختلف بقى المره دي، النوع دي اللي مختلف، فانا عشان كده قلت هشوفه معاكم كويس ولا لا. كان كويس يبقى الحمد لله، ده احنا عرفنا النوع التاني، لان النوع الاولاني اللي استخدمه ده ما عادش موجود خالص. لو كان وحش ده احنا برضو عرفنا ان احنا ما قدرناش نجربه تاني عشان ما نخسرش المواد بتاعتنا. الدقيق التاني
انت لما بتيجي تفردي كده كان بيفرد معاكي، كان بيفرد معاكي بين الصنايع كلها وبينزل من على الجنوب كده. شوف ايه ده، مش راجل يفرد خالص، ما اعرفش ليه. على الرغم ان التلم بعمل منه التراب بتبقى جميل، لو ده اصلا مكتوب عليه ان هو الاسبونش والكيكه والحاجات دي، ما اعرفش بقى ايه الكلام. لو حد يعرف يكتب لي في الكومنتات. شايفين بيتقطع ازاي؟ والله التاني ما كانش بيتقطع معايا بسهوله كده. تحس اصلا وانت ماسكه العجينه كده، تحس ان العجينه مش سلسه معاكي كده. ربنا يسترها. ان احنا هنكمل برده الفيديو واوريكم النتيجه بتاعته في الاخر. هكمل بقى الكميه بتاعت اللي معايا كلها كده بالطريقه دي وارجع لكم. بصوا انا فتحت تاني علشان اوريكم برده كميه التقطعات اللي فيها. انا هجرب اول لحظه كده دي معاكم، هجربها معاكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هحط دي الحته اللي هي المقفوله مقفوله من تحت، اهي هحطها تحت كده. هجرب اول فطيره دي معاكم وهسويها برده واشوف النتيجه بتاعتها. والله لو طلعت فطيره وزي ما الواحد متعود على الفطير هكمل بقيه الكميه، لو ما طلعتش فطير مش هخسر بقيه العجين ده كله كده. واحاول بقى، مش عارفه اعمل بيها ايه والله، هحاول بقى ان كان ينفع اتعمل بيها عيش ولا اتعمل باي حاجه ثانيه. انا عارفه ان العيش لازم يبقى فيه خميره، فانا مش عارفه احاول ادويها كده ما ينفعش بقى، هيترمى زي المره اللي فاتت. بس هكون مش خسرت حتى السمنة اللي بحطها، حتى كمان هيبقى على قد الدقيق بس وخلاص، ويبقى عوض على الله في الدقيق بس وخلاص. انا عارفه ان هو ممكن ما ينفعش عيش، علشان العيش لازم يكون معاه خميره. احنا حاطين بيكنج باودر بس. دي تاني واحده اهي، انا وريت لكم بس احنا بنحط الطبقه الاولانيه في الطبقه التانيه ازاي. هكمل 5 طبقات كده بقى وارجع لكم. دي شكل الفطير بتاعنا بعد ما خلصته. انا عملت 30 تقريصه او 30 كره زي ما قلت لكم. عملت في كل واحده من دول 4 كرات زي ما انا متعوده اعمل الفطيره. بس هي العجينه ما عجبتنيش وانا بفردها صراحه، زي ما انتم كنتوا شايفين وانا بفرد المره اللي فاتت والفيديوهات اللي فاتت كمان، العجينه ما عجبتنيش في الفرد. فنوع الدقيق ده ما عجبنيش في عمايل الفطيره. انا لسه ما جربتوش في الاسبونش، هجربه معاكم برده واقول لكم في الاسبونش وعرفكم برده كان هيبقى كويس ولا لا. انا عملت هنا 6 فطيرات في 4 كرات من دي، يعني ب 24 واحده، 24 كره، عملوا معايا 6 فطيرات الحجم ده في كل واحده 4 كور. وفي الاثنين التانيين عملت 3 وحدات 3 كور، يعني 6 كرات. عملت منهم فطيرتين، الفطيره فيها 3 و6 وحدات، عملت فيهم 4 كور، كل واحده فيهم 4 كور. ما شاء الله شايفين الفطير شكله عامل ازاي، ما شاء الله مورق وجميل وطري. انا بولع عليه من تحت على نار متوسطه مايله للعالي، وولعت عليها على الوش من فوق نار هاديه جدا، ولما الوش بيحمر بغطي عليه وبقفل النار من فوق وبسيبه بقى ياخد السوا بتاعه من تحت. شايفين ما شاء الله هو مورق اهون، شايفين التوريقه بتاعته ما شاء الله جميل زي ما انتم شايفين. اول ما بطلعه بسيبه بس يهدى حاجه بسيطه، وبحطه في كيس بلاستيك علشان يفضل مورق ويفضل طري، وفي نفس الوقت يبقى فيه الخرفشه اللي انتم سامعينها دي. شايفين شكله، مش عايزه ابهدل الفطور كله، بس شايفين التوريقه بتاعته كل واحده سايبه التانيه ازاي. طبعا في الفيديو اللي فات او الفيديوهات اللي انا صورتها معاكم كان الدقيق اللي انا كنت بشتغل بيه على طول، كنتوا تحسوا اصلا ان الفرده بتاعته كانت بتبقى خفيفه وشفافه قوي عن كده. هو ده حلو، قلنا نتيجه كويسه، بس مش الاحسن يعني، بتاع المره اللي فاتت احسن من كده. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وبالهنا والشفا.